دلوقتي تقدر تشتري نسخه ويندوز اصليه من متجر سيتي كيو اوفر بسعر رخيص جدا زي ما انت شايف. وليكن مثلا لو انت عايز تشتري ويندوز 10 سعره $23، كل عليك بتضغط هنا على كلمه باي ناو، وهتلاقي فيك لك كوبون خصم بيعمل خصم 25% على سعر النسخه، يعني زي ما انت شايف سعرها $23 بيتحول ل $17. اما لو حابب تشتري نسخه ويندوز 11 اصليه زي ما انت شايف سعرها $31، بعد ما بتضغط على باي ناو بتبدا انك انت تضيف كوبون الخصم ال 25% وتضغط هنا على ابلاي، بتحول سعرها من $31 ل $23. وبالنسبه للبرامج المكتبيه زي اوفيس 2019 فانت زي ما انت شايف سعره $64 بعد ما تضغط هنا على باي ناو، وبتبدا تضيف كوبون الخصم ال 25% سعره بيتحول من $64 ل $48. وسائل الدفع الموجوده على الموقع كتيره جدا زي الفيزا والباي بيل والماستر كارد وباي، تقدر ترفع بيهم بكل سهوله وتحصل على نسخه اصليه تكون عندك مدى الحياه، وبتقدر بعد كده بتحصل على سيريال بيفعل لك بيه نسخه الويندوز مدى الحياه، مجرد ما بتضيفه وتضغط على اكتف وزي ما انت شايف بتلاقي النسخه بعد كده متفعله عندك مدى الحياه حتى لو عملت فورمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اهلا بكم. حلقه النهارده باذن الله هنكون عن كيفيه تحميل نسخه ويندوز 10 باخر التحديثات بتاعتها بطريقه سليمه بطريقه مظبوطه وكمان برابط مباشر. فتعالى مع بعض رحصه المكتب ونشوف احنا هنحمل احدث اصدار من ويندوز 10 عندنا على جهاز الكمبيوتر. يلا بينا. ودلوقتي كل اللي علينا عشان نحمل ويندوز 10 الاصدار الاخير، هتلاقينا فاكر لك الرابط في صندوق الوصف، هتخش على الرابط هتلاقي موقع مايكروسوفت وعندك هنا تنزيل ويندوز 10، هتلاقي انه بيتيح ليك انك انت تعمل تحديث للنسخه اللي عندك. لو انت مثبت ويندوز 10 وعايز تحدثها لاخر تحديث هتضغط هنا بالشكل ده، وهتلاقي كمان موفر لك عباره عن اداه تقدر من خلالها انك انت تسطب ويندوز 10 لكن مش هتحمل ايزو. لكن احنا لو عايزين نحمل الايزو برابط مباشر، كل علينا هنيجي في نص الصفحه ونضغط هنا على كلمه فحص او اخر اختيار تحت، وبعد كده هتظهر لنا الصفحه اللي احنا شايفينها دي، هنضغط ضغط هنا على شكل الموبايل، هتبدا تتحول زي ما انت شايف عندنا الصفحه للشكل ده. هنعمل اعاده تحميل، مجرد ما هنعمل اعاده تحميل هتلاقي زي ما انت شايف بقى متاح لك انك انت تحمل الايزو بالكامل، تقفل هنا خلاص مش محتاج انك انت هنا تاني. هتلاقي عندك زي ما انت شايف دلوقتي تحميل الاصدار او تحديد الاصدار، هتحدد بتاع ويندوز 10 وبعد كده هتضغط هنا على كلمه تاكيد وهتنتظر ثواني بعد كده عشان تختار اللغه اللي عايز يكون عليها النسخه. الموقع هنا داعم لكل اللغات زي الاسبانيه والالمانيه والانجليزيه والعربيه والفرنسيه، انا اختار اللغه الانجليزيه بالشكل ده واضغط هنا على تاكيد وهتنتظر في الخطوه اللي بعد كده عشان تختار الاصدار اللي انت عايزه سواء 86 بت او 64 بت، وانا اختار هنا 64 بت. انت لو جهازك 32 بت او 86 بت هو تقدر انك انت تحمل الاصدار 32 بت، انا اختار 64 بت. هضغط هنا على كلمه تنزيل وهتبدا تتحمل معايا على طول، هبدا اخزنها وليكن عندي على الديسكتوب او في اي بورتيشن احتفظ بيها، واضغط هنا على سيف وبدء التحميل. الرابط ده بيدعم الاستكمال لمده 24 ساعه، وبعد ما بتتحمل النسخه بتنزل عندك عباره عن ايزو بالشكل ده. ولو عايز تعرف ازاي طريقه حرق النسخه وتصطيبها عندك على الجهاز هتشوف الاي اللي فوق دلوقتي، هيظهر لك عباره عن فيديو بيشرح لك ازاي انك انت تحرق النسخه وتسطبها على الجهاز عندك. وزي ما انتم شفتوا بكل سهوله ده نحمل احدث اصدار من نسخه ويندوز 10. يا رب كل حلقه عجبتكم وكل استفدتوا منها، يا ريت تشتركوا وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.